عند ما تنصبت هذا في هذا المنصب في سبتمبر لاحظت بلي كاين مشاكل كبيره بما يخص لا جيستيون دي ريسورس هيومان او نيفو دو لا تسيير الموارد البشريه تسيير الموارد البشريه. وحاليا وضعنا مخطط استراتيجي بلان استراتيجيك بور بوفوار ريغلي هاد لي بروبليم في من اجل حل هاد المشاكل هادية في وقت قصير.